إذا كنتم مستعدين للقيام بتجربة مسرحية كرنفالية فمن الأفضل أن تتعرفوا على عناصر المسرحية الكرنفالية. هي 5 عناصر: المسيرة، الصفان، المشاهد، الموسيقى والغناء، الختام الكرنفالي. تستطيعون القيام بها بكل بساطة، وسأقدمها لكم مع تدريبات تساعدكم على صناعتها. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. العناصر الفنية لمسرح الكرنفال: المسيرة. مسيرة كرنفالية قبل بدء العرض. تبدأ المجموعة من مسافة تبعد 100 متر على الأقل عن مكان العرض. المسيرة مكونة من حركات بسيطة ومبهجة ومصحوبة بإيقاع، هدفها جذب انتباه المتفرجين خاصة إذا كانوا من المارة العابرين. كيف نتدرب على المسيرة؟ نبدأ دائما أي تدريب بإحماء رياضي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. ولنتدرب على المسيرة ونصنعها فإننا سنقوم بمجموعات تدريبات بعنوان لنصنع شارعنا. أولا، يختار كل شخص من المجموعة مهنة من مهن الشارع: بائع، شرطي، محصل كهرباء، ساعي، بريد. أو يختاروا دورا من أدوار الشارع: شاب متسكع، رجل كبير يهوى الجلوس في الشارع. تعيد المجموعة تعريف نفسها كل بمهنته، ويمكن توجيه أسئلة من المجموعة لكل فرد عن شخصيته الجديدة. ثانيا، تقوم المجموعة بالسير بسرعات مختلفة: بطيء، متوسط، سريع، كل فرد بشخصيته الجديدة. يمكن المدرب أن يقوم بإشارة منه متفق عليها بتجميد المجموعة كتماثيل، ثم يطلب من فرد واحد تكرار حركته ليظهر للمجموعة شخصيته الجديدة. في هذا التمرين تراقب المجموعة الأنماط المختلفة للسير بشخصيات الشارع. ثالثا، يطلب المدرب من المجموعة أن يقوم كل شخص بعمل نداء يميز دوره في الشارع مصحوبا بإيقاع وحركة متكررة، ويبدأ الجميع في نفس الوقت بأداء نداءاتهم وحركاتهم. سيلاحظ الجميع الفوضى الحاصلة وأن ذلك لا يحدث في الشارع الحقيقي، وتبدأ المجموعة في تأمل كيف ينظم الناس في الشارع أنفسهم. رابعا، تنقسم المجموعة إلى مجموعتين. تبدأ كل مجموعة بمحاولة تنسيق النداءات والإيقاعات والحركات، ويقومون بترتيبها وتكرارها سويا. تقدم كل مجموعة من المجموعتين عرضا صغيرا لما توصل إليه. بعد ذلك يقوم كل فرد بالتعليق على العرض الذي قدمته كل مجموعة وما هي مميزاته ومشاكله، ثم يترك وقت للمجموعتين من أجل تحسين أدائهم بناء على الملاحظات. خامسا، تنتظم كل مجموعة في صف مقابل للمجموعة الأخرى. تقوم كل مجموعة بتكرار عرضها حتى تتعلم المجموعة الأخرى مجموعات الحركات والأصوات. وبعد أن ينتهوا من تعلم حركات المجموعتين، يبدأ في عمل مسيرة بكل الحركات وكأنهم يسيرون في شارع ويجذبون المرة لما يفعلونه. سادسا، يتم اختيار قائد المجموعة، يسير أمام المجموعة ويختار ترتيبا مختلفا لما يراه مناسبا. تسير المجموعة خلفه وهي تكرر ما يقوم به. يتكرر ذلك أكثر من مرة مع قادة مختلفين. هكذا تكونوا قد أنجزتم المسيرة بأكثر من شكل مع كل قائد للمجموعة. يمكنكم الآن تجربة عمل مسيرة في الشارع، وترفعون قدراتكم في صناعة وصياغة شارعكم الخاص بكم.